فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. عن ثقات روى له الجماعة. قال سألته عمرو بن يحيى بن عمارة. عمرو بن يحيى بن عمارة من الثقات الأثبات روى له الجماعة. قال لكن بعض العلماء أنكر أي حديث المسجد، حديث الأرض كلها مسجد إلى المقبرة والحمام وأيضا السلام على اليمين، لكن كما قلنا هو من الثقات الأثبات أيضا. قال فأخبرني عن أبيه. عن أبيه وهو يحيى بن عمارة حسن الأنصاري ثقات الأثبات روى له الجماعة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه ومن حفاظ الصحابة وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس ذو. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بكفه بخمس أصابعه ثم ذكر بمثل حديث ابن عيينة. وعنه رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة. وعنه رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا هارون بن معروف. هارون بن معروف هو أيضا من ثقات الأثبات روى له البخاري ومسلم أبو داود. وهارون بن سعيد الأيلي. الأيلي وهو أيضا ثقة فاضل قال علمونا كان من الفقهاء روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا ابن وهب. عبد الله بن وهب محمد المصري الفقيه الثقة السبت قال بعض علمائنا أنه يقدم في الفقه على ابن القاسم. ابن القاسم على من أعلام المالكية، لكن ابن وهب أيضا قد أنكر عليه أنه كان يروي بالوجادة
عن بعض مشائخه، لكن هو من ثقات الحفاظ روى له الجماعة. قال أخبرني عياض بن عبد الله. عياض بن عبد الله الفتي المدني النزيل مصر، كان بعض العلماء يلينه كأبي حاتم أو حاتم، قال ليس بالقوي، وبعضهم قال هو صدوق روى له مسلم وداود النسائي وابن ماجه. عن أبي الزبير محمد بن تدرس، محمد بن مسلم بن تدرس ومشهور جدا، وسلسلة أبو الزبير عن جابر، وأبو الزبير روى له البخاري مقرونا، لكن روى له أثارة مسلم وداود النسائي وأصحاب السنن. هو كثير الرواية، بل وثقه كثير من العلماء، وإن قال أبو حاتم لا يحتج به، لكن أبو حاتم علمنا أنه شديد اللهجة في مسألة التجريح، هو حسن الحديث لكنه مدلس، إن صرح فخذ على ذلك ومرر الحديث. نعم، ومرر الحديث. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. جابر بن عبد الله الأنصاري صحابي بن صحابي، شهد المشاهد بأسرها مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدر وأحد، وكان بأمر من أبيه وقتل أبوه في أحد. جابر كان من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. نعم، الزكاة وهي في اللغة النماء، في اللغة النماء والزيادة، الزكاة في اللغة هي النماء والزيادة. وقد قال علماؤنا بأنها يعني فيها الزيادة لأنها تثمر وتنمي المال، ما أخرجت مالا إلا وأنبت أموالا، وهذا من الله جعل بوعد الله، ووعد الله جعل في علاه، والله جعل إذا قال صدق وإذا وعد وفى، وأوفى سبحانه وجل في علاه. وكل ملكين في مع طلوع الشمس يقولان يدعوان، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، وقال ابن آدم انفق انفق عليك، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم بنفقة العبد المؤمن، قال الله جل وعلا يجري له الرزق بها في الدنيا ويثبت له الأجر في الآخرة. وقد أقسم سلم وقال ثلاث أقسم عليهن، ما منهن قال ما نقص مال من صدقة، فهذا موعود الله جل في علاه في تنمية المال. والزكاة في الاصطلاح حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، حق واجب، واجب لقد أوجبه الله جل وعلا، لأنه الذي قد أمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. في كثير من الآيات قرن الله جل وعلا إتيان الزكاة بإقامة الصلاة، حق واجب افترضه الله جل وعلا أو افترضه رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل عن الله جل وعلا، حق واجب في مال مخصوص. هذا المال المخصوص هو في أصناف من أصناف الأموال على قول جماهير أهل العلم، ليس في كل المال كما سيأتي تفصيله. وأيضا لابد أن يبلغ معيارا مخصوصا، وهو النصاب الذي بيانه الإنسان في هذا الحديث، ليس فيما دون خمس ذود صدقة، ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ليس فيما دون خمسة أواسق صدقة، إلى آخر الأنصبة التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم في مال مخصوص. وقال وأيضا هو لطائفة مخصوص، يعني الصدقة لا ترزي إلا للطائفة التي خصها الله تعالى بأنها تستحق هذا المال، وهذه مجموعة في سورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى آخر الآيات الأصناف الثمانية التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه. وأيضا هي في وقت مخصوص، الوقت المخصوص هو بعد حولان الحول، لأنه ما امتلك رجل مالا بلغ نصابا فلا يجب عليه الزكاة حتى يحول المال إلى حتى يحول على هذا المال حولا، أن يحول حول كامل على هذا المال. الغرض المقصود هذا بالنسبة للوقت المخصوص الذي يخرج فيه الزكاة، وأخص من ذلك زكاة الفطر، الوقت المخصوص لها هو صلاة عيد قبيل صلاة العيد. الزكاة ركن من أركان الإسلام، فرضياتها بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة، أما بالكتاب فما من آية قد أمر الله فيها بالصلاة إلا أمر فيها بالإتيان بالزكاة. يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فأقرن إتيان الزكاة بإقامة الصلاة. لذلك قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه والذي نفسي بيدي لأقاتلن من فرق بين الصلاة وبين إيش وبين الزكاة، قرن الله بينهم. ولذلك ابن عباس يقول الزكاة قرينة الصلاة في كتاب ربنا جل في علاه، وأما في السنن فكثير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها ركن من أركان الإسلام عندما قال بني الإسلام على خمس، وذكر شهادة الله لله، ثم ذكر قامة الصلاة،
ثم ذكر بعد ذلك إتيان الزكاة. وأيضا قال أنسلا في حديث معاذ الذي في الصحيحين لما بعثه إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب أهل كتاب، قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم إيش زكاة أو قال صدقة في أمرهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فالزكاة من أركان الإسلام الخمسة، وأجمعت الأمة على وجوب وفرضية الزكاة على الأغنياء الذين قد تكاملت شروط إخراج الزكاة فيهم. وأيضا من الزكاة وإن قلنا بأنها كتاب والسنة أيضا الإجماع على ذلك، أجمعت الأمة على وجوب الزكاة. وتشريع الزكاة فيه دلالة واضحة جدا على الحكمة الربانية في التكافل الاجتماعي في هذا الباب الذي يبين لك أواصر المحبة والرابطة العظيمة بين المسلمين، وأن المسلم للمسلم كالبنيان حقا كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يقفون صفا، وأن هذا من حكم التشريع بالزكاة هو إزالة الطبقية بين الناس، وأيضا حسم مادة الحقد والحسد على الأغنياء. فالفقير إن لم يأخذ من الغني بعض الأموال التي تسد خلته وحاجته فإنه لا يمكن أن يروق قلبه لهذا الغني، فيمتلئ حقدا وحسدا والتشاحن والتدابر والتحاسد ثم بعد ذلك التقاتل. وهذا الذي يحدث، فإن المرء يمكن أن يقتل نفسه وإن لم يخرج هذه الزكاة، فهي طهرة وأيضا حفظا لمالي وحفظا لبدن هذا الغني. وكما قلنا تشريع الزكاة وإخراج الزكاة من الحكم الربانية التي فيها التكافل الاجتماعي الذي يبين لك كيف أن هذه الأمة أمة موحدة، فلله الحمد والمنة. الزكاة قال أن السلام هذا الحديث العظيم في حديث الباب يبين لنا الأنصبة نصاب الزكاة وأصناف الأموال التي يعني قد فرض فيها أو فرض عليها الله جل في علاه الزكاة. قال ليس فيما دون خمسة أواسق صدقة، وليس فيما دون خمس زود صدقة. زود من الإبل، ليس فيما دون خمس زود صدقة. في الرواية الأخرى ليس فيما دون خمس زود من الإبل صدقة، وهي أخص بالإناث دون الذكور. الزود أخص بالإناث لا بالذكور، وهي من الثلاثة إلى العشر، من الثلاثة إلى العشر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون خمس أواسق صدقة، ليس فيما دون خمس أوسق صدقة. المسائل التي تتعلق بهذا الباب العظيم هي أولا أجمع العلماء على أنه لا يجب في الورق صدقة ما لم يبلغ خمسة أواسق أو خمس أواسق. أجمع العلماء أنه لا يجب في الفضة في الورق صدقة حتى تبلغ الخمس أواسق. والأوقية 40 درهما، يعني يبلغ المال 200 درهم. لا زكاة في الورق في الفضة حتى يبلغ المال 200 درهم، كما قال انسلم ليس فيما دون خمس أواسق. وهذا بالإجماع النص أول أو الأول الاستدلال بالنص والإجماع على ذلك. وأيضا أجمعت الأمة وأجمع العلماء المعتبرون أنه ليس في الحبوب وما تخرج الأرض ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. والوسق 60 صاعا، الوسق 60 صاعا، إذا خمسة أواسق تصل إلى 300 صاع، هذا أيضا نصاب كما سيأتي الحب. فليس فيما دون خمسة أوسق صدقة من النبي صلى الله عليه وسلم حد ظاهر جدا على أنه لا يجوز أن يؤخذ من المرء الزكاة حتى يبلغ الحب عنده إلى خمسة أواسق فيأخذ منه الصدقة. أيضا قال السلام ليس فيما دون خمس زود صدقة، هذا بالإجماع كما قال علماؤنا أنه لا صدقة في الإبل حتى تبلغ خمسا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الإجماع على الفضة، والإجماع لابد أن تبلغ خمس أواقد، والإجماع على بهيمة الأنعام على الإبل لابد أن يبلغ خمسا ليس دون خمس زود صدقة. وأما بالنسبة للصنف الثالث وهو الحبوب، الجمهور، أنا قلت الإجماع وهذا وهم مني، الجمهور على أنه ليس فيما دون خمس أواسق صدقة 300 صاع لا تخرج الصدقة في أقل من ذلك. وهذا قول جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، لكن خالف بذلك الأحناف وقالوا
بل ما يخرج من الأرض هذه نعمة من نعم الله جل وعلا ورزق ساق الله للبر وهو الذي أنبت له الزرع وهو الذي أسقى وأنزل المطر من السماء. فقال الأحناف قالوا ليس فيما دون خمسة أواسط صدقة هذا على التأكيد ولكن في القليل والكثير فيه الصدقة. فقال الأحناف في قليل الحب وكثير الحب فيه الصدقة واستدلوا على ذلك بعمومات من الكتاب ومن السنة. أما من الكتاب فقد قال الله جل وعلا يا أيها الذين أمنوا أنفقوا مما كسبتم من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال ومما والماء من الأسماء الإيه ما من الأسماء المبهمة يبقى مما أخرجنا لكم من الأرض من قليل أو كثير. فقالوا هذه دلالة واضحة جدا على أنه تجد الصدقة في القليل والكثير إذا خرج من الأرض. واستدلوا على ذلك أيضا بعموم قول الله جل وعلا وآتوا حقه يومه يوم الحصاد هذا يوم الحصاد إن كان كثيرا أو إن كان قليلا. فقال آتوا حقه ظاهر الأمر الوجود ولو كان هناك ثم التحديد لحدده الله تعالى في الكتاب. واستدلوا على ذلك أيضا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما وما أيضا من الأسماء الإيش المبهمة التي تدل على العموم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وفيما سقط السماء العشر. فهنا ذكر ما سقط السماء كل ما سقط السماء على العموم كان كثيرا أم قليل أو قليلا فعليه العشر أو فيه زكاة العشر كما استدلوا بهذه العمومات. وأما بالنسبة للجمهور فقالوا نحن نحتج بحديث خاص وأنتم تستدلون بأدلة عامة والقاعدة الأصولية لا معارضة بين الخاص وبين العام لا تعارض بين الخاص وبين العام إذا تعارض الخاص والعام قدم الخاص على العام. فقالوا قول سلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة أو خمسة أوسق صدقة من قول سلم تصريح ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة فيه منطوق الخمسة أوسق والمفهوم أقل من ذلك ليس فيه صدقة. فالخاص يقدم على العام ويخصصه يعني المعنى في قول الله جل في علام ومما أخرجنا لكم من الأرض إن كان فوق الخمسة أوسق وأيضا في قول سلم فيما سقط السماء العشر إن كان فوق الخمسة يعني خمسة أوسق فما فوق. فإذا قالوا الخاص يقضي على العام ويقدم عليه فتكون الأدلة التي استدل بها الأحناف لا تساعدهم على القطع في هذه المسألة لأن يعتريها ما يعتريها من الاحتمالات. وقد جاء الحديث المحكم الخاص ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة يعني الذي يكون أقل لا صدقة فيه. والقول الراجح هو قول جمهور أهل العلم. الفائدة الثانية في قول السلام ليس فيما دون خمس زود صدقة ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة هذه الكلام يعني العلماء يستدلون بهذا الحديث على مسألة الأوقات. تعرفون الوقت والعدد بين إيش في غنيمة الأنعام الوقت والعدد بين نصابين صحيح بين نصابين. لو قلنا أول نصاب الشياه الغنم أجلكم الله الإيش 40 طب والثاني 100 وإيش حتى يبلغ 120 صحيح ولا لا. ما بين النصابين هذا الوقت لا ليس فيه زكاة هذا باتفاق. مسألة الأوقاص هنا لما يقول ليس فيما دون خمس زوج صدقة هنا الكلام على الأوقاص. العلماء اتفقوا جميعا الأحناف والأئمة الثلاثة الأئمة الأربعة اتفقوا وهذا إجماع أنه الوقت بين النصابين في بهيمة الأنعام لا زكاة فيه. قالوا التسامح والعفو في هذا الوقت هذا باتفاق. وأيضا قالوا بالنسبة لمسألة الورق آسف لمسألة الحب بالعكس إذا قالوا في بهيمة الأنعام الوقت لا زكاة فيه قالوا أما في الحب ففيه الزكاة وكل بحسابه. قولان متقابلان عندنا من الأصناف كما سنبين المفروض احنا كنا صدرنا الباب أنا أخطأت فلابد أن نكون قد صدرنا الباب بأصناف الزكاة نعجل بها الآن. نقولنا أصناف الزكاة ذكر منها السلم هنا كم ثلاثة ذكر منها الإبل وذكر منها الورق وذكر منها الحب أو التمر. في الرواية الأخيرة مسلم قال إيه في حب ليس في حب ولا تمر حتى يبلغ خمسة أواسق. فإذا ذكر أصناف ثلاثة هناك صنف رابع مختلف فيه وهو العسل والصنف الخامس وهو لا إزاي تبقى لا الخلاف فيه ضعيف العسل الخلاف فيه قوي بهيمة الأنعام صحيح الورق مع الورق إيش الذهب اللي هي الأثمان يبقى بهيمة الأنعام والأثمان وإيش ها والزروع والثمار عروض تجارة
من عهود التجارة الأئمة الأربعة اتفقوا على ذلك. دعك من كلام ابن حزم الآن حتى نأتي له ونبين. فهذه الأربعة متفق عليها بين الأئمة، أربعة أصناف: الزكاة وهي الأثمان، وعروض التجارة والزروع والثمار، والرابعة بهيمة الأنعام. ما قلناها بهيمة الأنعام الأولى. واحد عدد عليها مرة ثانية. أربعة الأصناف: بهيمة الأنعام، الورق، عروض التجارة، الزروع، مش العسل مختلف فيه أيضا، عسل يرجح الحنابلة دون الأئمة ثلاثة، الرابع إيش؟ الزروع والثمار، هذه هي الأصناف. فهنا نقول بهيمة الأنعام الوقف فيها لا زكاة فيها باتفاق، بهيمة الأنعام الوقف فيها لا زكاة فيها باتفاق، يعني من خمسة من 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 40 إلى 120 كل الزائد هذا كل الزيادة هذه لا زكاة فيها. يبقى من 40 إلى 119 ليس فيها إلا شاة واحد، مفهوم؟ يبقى الوقف هذا باتفاق. اقلب باتفاق في الحبوب، في الحب والتمر والحنطة والشعير باتفاق قال العلماء فيها الزكاة كلهم بحسابه، كلما زاد فيه أيضا العشر أو نصف العشر سواء بالثواني أو بسقيا السماء، العشر أو نصف العشر هذا باتفاق أيضا. ثم اختلفوا فيما بينهم في مسألة الورق، الورق والأثمان. يبقى عندنا الأصناف الثلاثة: الإبل، بهيمة الأنعام، الصنف الثاني زروع الثمار، الصنف الثالث ايش؟ ها الاثمان. ففي الابل اتفقوا، وفي الحبوب والثمار ايضا اتفقوا، واختلفوا في الاثمان. اتفقوا في الابل الوقت لا زكاة فيه، اتفقوا في الاثمان ما زاد على الخمس اوسق فهو ايش؟ بحسابه. طيب اما نصف العشر او العشر. واختلفوا في الورق، في الذهب والفضة، فما زاد. الأئمة الثلاثة يقولون ما زاد عن النصاب، ونصاب الورق كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ايش؟ خمس أواسق، صحيح ولا لا؟ فليه 100 درهم. فقالوا فما زاد فبحسابه، يعني فيه ايضا ايش؟ ربع العشر. فما زاد فما زاد ولو في الدرهم واحد فيه ربع العشر. وهذا قد ورد عن ابن ابي طالب ان كان ورد موقوفا ومرفوعا، وفيه الحارث الاعور عندما قال الشعبي حدثنا الاعور واشهد الله انه ايه؟ اشهد الله انه كذاب، وليس كذاب، وفيه ضعف عن ابن ابي طالب. قال ان النبي صلى الله عليه وسلم ففي الحديث انه قال فما زاد فبحسابه، بعدما قال اذا بلغ الماء 100 درهم ففيه ايش؟ ربع العشر. وقال اذا بلغ 20 مثقالا او دينارا ففيه ربع العشر. قال وما زاد فبحسابه. وقد ورد ايضا عن عائشه رضي الله عنها وارضاها، وهذه اصول الشرع تقول بذلك، فما زاد فبحسابه، فما زاد فبحسابه. يعني لو قلت قل بلغ الرجل، بلغ مال الرجل الى 200 درهم وعنده في زياده على 200 درهم 10 دراهم، هل على 10 دراهم زكاة ام لا؟ نقول على 200 درهم فيها ربع العشر، وعلى العشرة ايضا فيها ربع العشر. يبقى لنا نقول عندنا 110 دراهم في 1/40 ربع العشر في الجميع، يبقى ربع العشر في جميع المال تخرج الزكاة، لانها كما قال ابن ابي طالب فما زاد فبحسابه، فما زاد فبحسابه. اما الاحناف فقد خالفوا وقالوا لا زكاة فيه حتى يبلغ 40، فلا زكاة فيه حتى يبلغ 40 درهما، لا زكاة فيه حتى يبلغ 40 درهما. وهذا قاله ايضا النخعي وغيره من اصحاب الرأي، وايضا بعض المحدثين، واستندوا الى حديث لا اصل له، استندوا الى حديث لا اصل له، وحديث علي اقرب، وهو ايضا ورد عن عائشة رضي الله عنها وارضاها، واصول الشرع توافق على ذلك. يبقى اذا عندنا الاصناف الثلاثة: الاثمان والابل، بهيمة الانعام، وايضا الحبوب والثمار. اتفقوا في الابل الوقت لا شيء فيه، واتفقوا في الثمار فما زاد فبحسابه، واختلفوا فيه الأثمان. الجمهور قالوا فما زاد في حسابه هذا الراجح الصحيح، وأما هم فقد قالوا إذا بلغ 40. هذه المسألة الثانية التي تتعلق بقول السلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. والمسألة الثالثة الفقهية التي أيضا تتعلق بهذا الحديث العظيم انضمام الأصناف. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أصناف ثلاثة: ذكر الإبل، وذكر الورق، وذكر أيضا الزروع الحبوب والثمار، بقي عروض التجارة. خلينا في الأصناف الثلاثة، يبقى الورق معه الذهب لأنهما أثمان، والإبل بهيمة الأنعام الإبل، ويدخل الغنم والبقر والضأن والمعز
كل ذلك يدخل تحته. ويدخل حبوب والثمار كما سنبين هذه الحبوب والثمار الخضروات هل تدخل أم لا، هذه مسألة ستأتي. لكن هل يمكن أن يضم صنفا إلى صنف آخر؟ هذه المسألة نتكلم عليها الآن. رجل عنده 100 درهم وعنده 10 دنانير، فهل يضم 100 درهم إلى 10 دنانير فيبلغ النصاب فيخرج عليه الزكاة أم لا؟ يبقى الانضمام هنا انضمام صنف إلى آخر، انضمام صنف إلى آخر. فبهيمة الأنعام هل يضم الإبل إلى البقر، أو البقر إلى الغنم، أو الغنم إلى اللي هو الجذعة الضأن إلى الماعز؟ تصور المسألة الآن، ضم صنف إلى صنف آخر من أجل أن يبلغ النصاب. أو قل عند الرجل صاحب المال عنده صنفان من أصناف الزكاة، لكنهما لم يبلغ، لا يبلغ كل صنف من 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 الصنفين النصاب وحده، وإذا انضم بلغ، طب كيف يبلغ النصاب؟ 10 دنانير و100 درهم كيف يبلغ النصاب؟ بالتقدير ان 10 دنانير تصل الى 100 درهم، يبقى اذا بلغ 200 درهم مفهوم، او 100 درهم تصل الى 10 دنانير فاصل الى فيبلغ الى 20 مثقال. فاذا الانضمام هنا يبلغ به النصاب، هل ينضم الصنف الى صنف ام لا؟ هذه المسألة الخفية بين العلماء. اتفق العلماء على ان من بهيمة الانعام الابل لا تنضم الى البقر، والبقر لا تنضم الى الغنم. لما؟ او الغنم او الضأن او الماعز. لما؟ قالوا لانها تختلف في الانصبة، وان كان الجميع ينزل تحت ايش؟ بهيمة الانعام. الجميع ينزل تحت بهيمة الانعام، لكن الانضمام لا يصح. لما لا يصح؟ للاختلاف في الأنصبة، فالإبل لا تنضم إلى البقر، والبقر لا تنضم إلى الغنم. ولكن اتفقوا، اختلفوا الآن، اتفقوا بذلك، ولكن اتفقوا أيضا على أن الضأن ينضم إلى الماعز، الضأن ينضم إلى الماعز لأنه صنف واحد، لأنه صنف واحد. يبقى لو الرجل عنده 20 من الضأن و20 من الماعز بلغ ماله النصاب، ينضم هذا ذاك ويبلغ نصابا ويخرج شاب من هذا المال. فإذا ينضم الضأن مع الماعز فإنهما صنف واحد، هذا باتفاق العلماء. وأيضا اتفقوا على أن التمر لا ينضم إلى الزبيب، على أن التمر لا ينضم إلى الزبيب، اختلف في الصنف. وقد اختلفوا فيما بينهما في أمرين اثنين من الحبوب ومن الأسمان، اختلفوا في الأسمان، هل ينضم الذهب مع الورق لأنهما ينزلان تحت الأثمان الثمنية صحيح، وهل ينضم الحنطة مع الشعير أم لا؟ فهنا ورد الخلاف بين العلماء. أما بالنسبة للذهب والفضة، هل ينضم الذهب إلى الفضة، الورق إلى الذهب، الدراهم إلى الدنانير؟ فمالك وأحمد وجمهور المحدثين قالوا لا ينضم الورق إلى الذهب، صنفان مختلفان والأنصبة مختلفة، قالوا لا يصح الانضمام قياسا على الإبل والبقر، والبقر والغنم صنفان مختلفان فلا ينضمان بذلك، وإلا فهناك يكون الإجحاف على صاحب المال، لا ينضمان إذا ملك 100 درهم وملك 10 دنانير فإنه لا ينضم الماء، لا نقول له بضم 100 درهم إلى 10 دنانير. يبقى إذن هذا الرجل وإن كان غنيا بالشطر والشطر، لكن الحق أنك لو نظرت ودققت فماله لم يبلغ النصاب فلا زكاة عليه، لأن الذهب الذي بيده لا يبلغ النصاب، وأيضا الذهب الورق الذي بيده لا يبلغ النصاب فلا زكاة عليه، إلا في حالة واحدة. ما هي؟ إذا طب ما بيعت فرع عما أصاب، أو امشي بها رويدا اعتصر للإجابة. أقول ملك الرجل 100 درهم وملك 10 دنانير، قلنا أنه قد اختلف العلماء والسنة الراجح، لأنهم قالوا المالكية الشافعية والحنابلة وجمهور المحدثين قالوا لا ينضم الذهب إلى الفضة، المالكية والحنابلة قالوا ينضم الذهب والفضة، فهما ينزلان تحت الثمنية الأثمان، وحق الفقير في المال، وهو إذا تكلمنا بالجملة فهو غني، يعني يملك 10 دنانير ويملك 100 درهم، هذا من الأمور النظرية. أما بالنسبة للنظر عند الشافعية فهذا حق، الحق أن الشافعية والحنابلة هم أقرب إلى السنة. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين قال ليس فيما دون 5 أواقٍ فضة، فلو كانت المسألة تعتدل بغيرها لبينه،
البيان واجب على المسلم. قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل لك من ربك، ولم تفعل فما بلغت رسالته، صحيح ولا لا؟ وقال وأنزلنا لك الذكرى إيش؟ لتبين للناس. فهنا لو كانت الفضة تكتمل، هو ما امتلك خمسة أواقي، لأنه المسألة في التفصيل يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يملك الخمسة أواقي أو الخمسة أواقي فثلاث أواقي مع خمسة دراهم دنانير أو عشر دنانير، فيبين ذلك مسلم. فلما لم يبين على التفصيل أواقي تصريح، يبقى إذن الأقرب إلى السنة هو قول الشافعية والحنابلة. ناهيك عليه السلام قال وإذا بلغ الماء 20 دينارا، ولم يتكلم عن الفضة مضمومة إلى الدنانير، الدراهم إلى الدنانير، فهم أقرب إلى السنة. لكن نحن نقول في حالة واحدة، إذا امتلك الرجل أو ملك الرجل 100 درهم وعشر دنانير عليه الزكاة في حالة واحدة، ألا وهي حرام عليك، مش ممكن همهمة الفصل ما تنفعش، فكروا بعدين لهم. مش ما بيحولش الراجل، ما عندوش تحويل. صايب المتغيب المتقاعس وان كان مريضا، احنا قلنا تستشفي في مجالس العلم صح ولا الرسائل؟ ما زالت الرسائل تؤثر فيك؟ ما زالت؟ طبعا المسألة البنت كيف أخبارها؟ الحمد لله. فيعني فهم هي عندها كم سنة ولا سنتين واخدة 15 برشامة، دي مدمنة دي ولا ايه يا باشمهندس؟ شفاء الله عافية. اتفضل، أين أنت؟ ليش تأخرت؟ وأين أنت أمس؟ تمام كبير أنت أصلا. نعم بلغت مبلغ المحدثين الكبار، وطبعا مش أنا آسف جدا، أنا عاودتك في أمر، يعني آسف جدا يا سيدنا مولانا، أنت حبرنا وابن حبرنا وخيرنا وابن خيرنا أيها المحدث العظيم. ماشي، ودخل هجم على المجلس، مفيش مشاكل خالص. جاوب عن السؤال كان عايزين. أنت جاي جاهز. تقييم، يعني التقييم في شيء اسهل من ذلك، هو قاله مش عارف يجيب، عارف ليش؟ بس هو ما قالش، عشان في مده ما الدروس ما اخدتش، يعني الابن عندي انا مش عندك انت. هات طيب مش عندي. هو هذا ان كانت عروضا صحيح ولا لا؟ ان كان للصرف عروض التجاره، فان كانت عروضا اذا الان المال باثر ينزل تحت العروض ايش؟ كل واحد يعني لو عنده 20 من الغنم وعنده 100 قول 50 درهما وخمسة دراهم وخمسة دنانير، خمسة دنانير، فيجمع الجميع، فإن جمع الجميع فبلغ نصابا للمال اللي هو نصاب الورق أو نصاب الذهب فعليه الزكاة، مع إنه ما عنده الغنم، لأنها حسبناها أنها من عروض الإيه؟ حالة واحدة هو التي نقول فيها إنه عليه الزكاة. يبقى إذا الذهب والورق الصحيح الراجح بأنه لا ينضم هذا الزاك إلا إذا كان في عروض التجارة، وهذا الراجح الصحيح. المسألة الرابعة تتعلق بهذا الباب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أصنافا ثلاثة، فهذه الأصناف تمتد لغيرها، الناقد عند هذه الأصناف في الزكاة أم ماذا؟ احنا قلنا الأثمان قد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، الإبل قد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بعد ذلك إيش؟ الحب والتمر. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحب والتمر، أما الأثمان فقد وقفنا عندها الذهب وإيش والفضة، ففي الزكاة للأثمان، وأيضا الإبل بهيمة الأنعام في سائمة بهيمة الأنعام كما سنبين. أما بالنسبة للحبوب ما ذكر مسلم في الحديث في الرواية الأخرى التي صحيح مسلم ما ذكر فيها إلا إيه؟ ليس في حب ولا تمر، ذكر الحب والتمر. هل الفاكهة، هل الخضروات، هل البقول فيها زكاة أم لا؟ هذه المسألة الرابعة التي نتكلم فيها، هل نقتصر في الزكاة على ما ذكر فقط أم يتعدى الأمر إلى كل ما يخرج من الأرض؟ هذه مسألة مطروحة في الساحة الفقهية في مسألة الزكاة، اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف هم الشافعية والحنابلة وأيضا المالكية، على اختلاف فيما بينهم في التوسعة والتضييق،
وسع الحنابلة بعض الشيء وضيق الشافعية والمالكية الأصناف التي فيها الزكاة. لكن اتفقت كلمة الثلاثة من أئمتنا الأخيار الأبرار على أنه لا زكاة إلا في الحبوب. لا زكاة يعني في البقول والخضروات والفاكهة لا زكاة فيها. البقول والخضروات والفاكهة لا زكاة فيها. هذا كلام الشافعية والحنابلة والمالكية على خلاف فيما بينهم. والتأصيل بذلك أن الشافعية والمالكية يرون أن الزكاة في كل ما يقتات ويدخر. في كل ما يقتات ويدخر فيه الزكاة. فإذا عندهم في إيش؟ في الشعير، في الحنطة، الحبوب فقط هي اللي فيها الزكاة، هي التي تكون قوتا عند الانقراض، تكون قوتا وتدخر. زاد الماء الحنابلة ويكال لرواية الكيل بالكيل، فزاد الحنابلة ويكال، فزود ماء زيت الكتان وغير ذلك وزيت الذرة، قال فيه الزكاة. فإذا هم يقولون في الحبوب كل ما يقتات ويدخر هذا الذي فيه الزكاة. واستدلوا على ذلك بحديث جاء عن معاذ مرسلا وجاء موصولا، هو الأصح هو المرسل عن معاذ، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال خذ من الحب ومن الحنطة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البقول والخضروات قال هي عفو، قال لا تأخذ من القساء ولا البطيخ ولا الخضروات فهي عفو. فهنا دلالة واضحة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في رواية المرسلة عن معاذ، اذكر انها مرسلة، انه قال في القساء في البطيخ قال لا زكاة فيه، سألوه عن الخضروات قال لا زكاة فيه هي عفو، قال هي عفو. واما الحنابلة زاد عندهم ببعض التوسعة في الاصناف، قالوا قد قال سلم خذ الحب من ايه من الحب، ايضا يحتجون بحديث من معاذ رضي الله عنه الذي جاء مرسلا. واما وقالوا اما من النظر فان الاقوات هي اشبه ما تكون بايه سائمة الانعام، فالمنفعة عظيمة في نفسها، الاقوات المنفعة عظيمة في نفسها، اما غير هذه الاقوات فلا نص ولا قول صاحب ولا اجماع ولا قياس، لانك لما تقيس الفاكهة عن القوت هذا قياس مع الفرد. ليش؟ الفاكهة ترفيه واما القوت هذا عنده الاضطرار، صحيح؟ فهذا القياس قياس مع الفارس. فاذا فصلوا المساله بالاثر وبالنظر. اما الاحناف قالوا لا، نقول كل ما يخرج من الارض ففيه ايش؟ طبعا يعني الرجل اللي عنده مزارع الفاكهه هذه جميعا لابد من الزكاه عنده بالنسبه للاحناف. والخلاف هنا كما قلنا قررنا قاعده مهمه جدا فقهيه، وهي كل خلاف جاء معتبرا فلا لكن فيه صح، ونحن بين الراجح المرجوح والاقرب الى السنه، قول الجمهور اقرب الى السنه، لكن الاحناف استدلوا بالكتاب واستدلوا بالسنه، قالوا اما قال الله جل في علاه واتوا حقه، والضمير عائد على كل ما خرج من الارض، واتوا حقه يوم حصاد، وقال مما اخرجنا لكم من الارض، قالوا ما هنا من الاسماء المهمه تعم كل ما يخرج من الارض من فاكهه من خضروات من بقولات ايضا من الحب على ما تقولون. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء يعني في كل ما يخرج من الارض ففيه العشر او فيه نصف العشر. طبعا هذا الدليل يضعف بالنسبه للاحناف. ليش؟ لانهم استدلوا يعني اصوليا طالب العلم الماهر ماذا يقول للاحناف؟ يقول الدليل اعم من الدعوه. هذا ضعف في الاستدلال، لما ياتي بدليل عام على مساله خاصه اوسع، فلما تكون اوسع تنزل ما تكون محكمه. لابد طالب العلم الماهر والذي يأتي بالدليل الذي يطابق الدعوة، وهذا الذي حدث بالنسبة للجمهور. أما شفعية الأحناف فأتوا بالعمومات، لذلك قالوا أما حديثنا وإن كان مرسلا، وطبعا المالكية يقولون المالكية والحنابلة خلافا للشفعية يقولون بإيش؟ بأن المرسل حجة أشد من إيه؟ من الموصول. عندهم المرسلات تقدم على الموصولات، وهذا تكلمنا فيه في المصطلح يوم الجمعة. قطرب، لما سيب سامر دعوة على جنب، أنا الآن أنا أقول قطرب يعني، وأنت كمان كنت بتغيب أمس لما طعام شراب السطور علق مرة ثانية تكاسلا. طب سامحني، هذا حذرت ما عندي وما أدري، يعطيني بقى أنت بالسبب بالعلة لما؟ مستحيل؟ إذا كان زواجا؟ طبعا لابد إن أنا أبعد كده عشان ما تتقتلش.
تكون شهيد. جيد، شرحنا هذا ام لا؟ صحيح. الموصول اقوى ام المرسل؟ عند من؟ عند المالكية والحنابلة بل والاحناف. فهو المرسل المفروض هنا نلزم الاحناف بذلك، مرسل معاذ يخصص ايش؟ لكن هم يردون عليه باصل اخر ان الحديث لا يخصص ايه؟ لا، هات قطع الدلاله، قطع الثبوت وظن الثبوت هنا لا، ما يحصلش التخصيص. التخصيص عندهم ايضا ان هو ايه؟ نسخ. فهو في اصولهم تتعارض الاصول، لكن الحق ان نقول العلم الصحيح نقول بان العام الخاص يقضي على العام، وتكون الزكاة في كل ما يقتات ويدخر، وهذا الراجح الصحيح. كل ما يقتات بل ورد أثر حسنها بعض المعاصرين بأن سلم جعلها في أربعة أصناف فقط، في الحب والتمر والزبيب، فهي في أصناف أربعة فقط، حتى نسلم حتى لإخراج الزكاة من هذه الأصناف الأربعة. فإن درت مع هذه الأصناف الأربعة لا تجدها إلا كما ضبطها المالكية والشافعية بأنها تكون على الاقتياس والادخار، المقتات والمدخر. المسألة الأخيرة وهي الكلام على النصاب. النصاب قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنصبة للأصناف الثلاثة التي ذكرها من أصناف الزكاة، وهي الصنف الأول قال في الإبل ليس فيما دون خمسة زود صدقة، فذكر في الرواية الأخرى ليس فيما دون خمس زود من الإبل صدقة، فذكر الإبل. فهذا نصاب الإبل يبدأ أول نصاب الإبل خمس زود، فما فوق إلى 25 إلى 36 إلى ما شرحنا قبل ذلك وفصلنا. ولم يذكر الغنم وذكرها في السنن، ولم يذكر البقر وذكرها أيضا في السنن، ولما ذكر في الأثمان ذكر الورق ولم يذكر الذهب وسنبينه، ولما ذكر الحب ذكر التمر فقط، وهذا الذي سنبينه إن شاء الله. أما بالنسبة للإبل فأول نصاب الإبل خمس، وأول نصاب البقر 30، والثلاثون فيها لا أعرف الفائدة. البقر أول نصاب البقر 30 فيها نسيتم تبيع ممتاز، والنصاب الثاني 40 صحيح فيها ميم هات سنة يعني هذا يسهل عليكم حفظ البقر والغنم، وإن كان الإبل فيها بعض الضعف فيعني حتى مشوها على الرأس. طيب بالنسبة هذا بالنسبة لنصاب الإبل، نصاب بهيمة الأنعام. أما نصاب الغنم أول النصاب 40 ثم إلى حتى يبلغ 120. بالنسبة للورق أول نصاب الورق 100 درهم اللي هي 5 أواخر، الأوقية تزن 40 درهم. طيب والذهب 20 مثقالا أو 20 دينارا، هذا بالنسبة للذهب. أما الحبوب جميعا فهي ليس فيها زكاة حتى تبلغ 5 أواخر، حتى تبلغ 5 أواخر. هذه بالنسبة للأنصبة. الفوائد المستنبطة في ذلك حجة المفهوم، حجية المفهوم، حجية المفهوم من وين هذا؟ قال ليس فيما دون خمس زود ايش؟ صدقة. يبقى هذا المنطوق فيها صدقة ان بلغت الخمسة، فبلغت خمسا ففيها صدقة، يبقى المفهوم ان لم تبلغ خمسا فلا صدقة فيها. من ذلك ايضا التبيين بالإشارة، فإذا الثانية التبيين بالإشارة من وين هذا؟ فأشار بإيش؟ بيدها كانت خمس أصابعه، أشار على خمسة أواسط مثلا أو خمسة أواقي، أشار بأصابعه هكذا بأبي هو وأمه. ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص. وين أنا؟ وين؟ من وين هذه الفائدة؟ ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص. طبعا هذه لها نظائر،
لما جاءت مرأة قالت إن أمي نظرت أن تصوم فماتت قبل أن تصوم، أو قال نظرت أن تحج فماتت أفحج عنها؟ قال حج عنها. طبعا أحمد تمسك وقال هذه يصح الحج عنها أو الصوم عنها عند إيش؟ في النذر فقط. قلنا كيف وأن نسلم عامة من الأمر، وذكر فرد من أفراد العموم إيه؟ لا يخص. من مات عليه السلام صام عنه ولي، فلما التخصيص؟ الحكم واحد. وين بقى هنا؟ أتى محدث كبير، أنت طبعا ما بتجيش، طبعا ما بتجيش، راجل كبر جدا وفي أوقات ما بتجيش فيها طبعا لعظم ما بلغ من المنازل للمحدثين، ما بيتصلش غير انه قبل ان يسلم يقول معك المحدث، هو ده بيتكلم فيه، معك المحدث، تفضل يا استاذ محدث. الله اعلم، هذا ورع زائد الشيخ ما نستطيعه، الورع هذا يعني تاديب لنا والله في هذه المجالس. وين ذكر فرض من افراد العموم لا يخصص؟ في البركه. وين هات انت في شارع ايه؟ انت شارع ايه يا ابن شارع ايه؟ لا مش انت غدير خم، انت مش انت تاني اسمه ايه؟ بدر. من تمر فين؟ هو الرواية قال ليس فيه حب ولا تمر، ليس فيه حب ولا تمر ايش؟ صدقة، صحيح ولا لا؟ فذكر فرض افراد العموم لا يخص، لا يقال ان الزكاة. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.